خليني بقى ارجع لاتحاد الكوره، لانه ده امر في غايه الاهميه. هل حضرتك يعني هتوافق ان احنا نطرح كل الملفات قضايا؟ طيب تمام. الاول ليه دايما يقال انه اتحاد الكوره مقسوم 3-2، عمرو الجنايني، محمد فضل، احمد عبد الله، وفي المقابل دكتور جمال ودكتوره سحر؟ هم الدكاتره مغضوبين عليهم داخل الاتحاد ولا حاجه؟ لا خالص. لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش. لا لا لا. على فكره يعني ساعات اقول لحضرتك، يعني ساعات كابتن فضل وكابتن احمد عبد الله بيبقوا متواجدين اكتر مني انا ودكتور جمال. بس حضرتك بتروحي باستمرار؟ لا ده انا على طول بروح. طب كويس. بس انا ايام لما كان المنتخب شغال كنت على طول معاهم بره، ومع الصالات كنت بسافر معاهم. نعم. ومع الشاطئيه كنت بسافر معاهم. فكان في ايام هم فعلا اللي كانوا بيبقوا متواجدين. نعم. انما لا يعني حتى لو هم اخذوا قرارات، احنا عندنا جروب على الواتساب بيتكتب احنا عملنا كذا قلنا كذا، طب انتوا رايكم ايه؟ وبنتناقش، لكن القرارات الفرديه دي لا. ولو في حاجه زي دي برجع لهم على طول، ودكتور جمال بيتكلم على طول، انتوا عملتوا كده يا جماعه، احنا كناش موجودين. انت يا دكتوره كنت مسافره ولا كنت مع المنتخب؟ دكتور جمال كان عنده امتحانات، كان عنده كذا. يعني بتحصل حاجات زي دي، بس لا مش ليه